وينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، بعد التحية، ماذا يدور في الأروقة لديك وما هي ردود الأفعال لنواب الشعب على برنامج الحكومة؟ تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل أروقة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث انعقاد أعمال الجلسة 42 والخاصة بمناقشة بيان اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة المصرية الجديدة، الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي. وأيضا قبل انعقاد هذه الجلسة كانت لدينا العديد من النقاشات واللقاءات مع عدد من نواب المجلس، تحدثوا حول الموافقة بشكل كبير حول هذا البيان وما طرح من خلاله في عدد من المحاور الرئيسية والأولويات على الحكومة الجديدة، وأيضا أبرز التحديات سواء الاقتصادي والصناعي وأيضا بناء الإنسان وأيضا الجانب التشريعي والدستوري والانتخابات سواء المجالس المحلية وغيرها. وإذا أيضا تحدثنا عن عدد من اللقاءات الخاصة بمدار من خلال هذه الجلسة التي بدأت بكلمة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ثم تلاها كلمة أخرى في تلاوة للبيان من قبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ومن ثم عدد من الكلمات لرؤساء الكتل البرلمانية وأيضا الهيئات الحزبية وأيضا بعض رؤساء اللجان الخاصة بمجلس النواب، اللجان النوعية وأيضا اللجان الفرعية، تحدثوا حول الموافقة بشكل كبير على ما تقدمت به الحكومة من خلال الجلسات السابقة بمجلس النواب، خاصة الجلسات الخاصة باللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة بيان الحكومة والوزارات المتعددة وأبرز السياسات المتبعة والتحديات أمام هذه الحكومة. وأيضا تحدثوا على بعض التحفظات، وهناك أيضا بعض التوصيات بأن تكون من ضمن هذه الأولويات سواء بناء الإنسان، الجانب الاقتصادي بشكل كبير جدا في التنمية المحلية والإدارة المحلية المختلفة، وأيضا الصناعة وضرورة الاعتماد على التصدير بشكل كبير، والعديد من التوصيات حول هذا البيان رغم الموافقة الغالبية أو الكبيرة داخل الكتل الحزبية وأيضا الكتل والهيئات البرلمانية بمجلس النواب. هذا ما دار من خلال هذه الجلسة التي ما زالت حتى الآن مستمرة، وهناك عدد من الكلمات وعدد من التوصيات من رؤساء سواء اللجان الفرعية والنوعية الخاصة بمجلس النواب أو أيضا رؤساء الهيئات الحزبية داخل المجلس. طيب، هناك عدد من المحاور، كان 4 محاور بتناقشها برنامج الحكومة، ويمكن اللجنة المشكلة على مدار 6 أيام ناقشت كل ذلك من خلال مجلس النواب. أنت بتقول دلوقتي أن في هناك بعض التوصيات، هل بالفعل تم عرض هذا البرنامج أو تقرير اللجنة ولا لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب؟ حتى الآن هي مناقشات، وفي كل حزب له سياسة حزبية أو سياسة خاصة بالحكومة الجديدة. وأيضا إذا تحدثنا أن جميع النواب الحاضرون وأيضا العديد من رؤساء الهيئات الحزبية والبرلمانية يمثلون وجهات نظر لهذه الأحزاب وأيضا يمثلون نواب للشعب، يتحدثون عن الأولويات، هم في حالة من الاتفاق الكبير على برنامج الحكومة والتحديات المقبلة، لكنهم يتفقون بشكل كبير جدا أو التوصيات والنصائح بأن تكون هناك آليات لتفعيل ذلك على أرض الواقع، وأن يكون هناك مردود كبير وملموس من قبل المواطنين تجاه هذا البرنامج. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.